السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. وصفه اليوم غادي نقترح عليكم واحد الكيك اللي كيجي ساهل، طريقه تحضيرته هي سهله. بالنسبه لهذا الكيك غادي نحتاج فيه هنايا عندي 200 غرام ديال البسكوي على هذا الشكل، اي بسكوي تقدروا تستعملوه. وهنا عندي واحد 5 البيضات، الا كان عندكم البيض كبير اكتفيو غير ب4 البيضات. وغادي نحتاج واحد الكاس ديال الحليب، وكاس تاع الزيت، واحد الكاس ديال السكر. وهنايا عندي غادي نحتاج واحد قبيصه الملحه، واحد جوج معالق تاع الكاكاو المر، وعندي هنايا واحد جوج خليشات. وبالنسبه للكيك ملي غادي نخرجوه من الفران غادي نحتاج واحد الكاس تاع الحليب صغير، غادي ندير معاه واحد المعلقه ديال الكاكاو الحلو وغادي نسقيه بها. ومن بعد غادي نزينو بالشوكولات من الفوق، غادي نحتاج واحد 200 غرام تاع الشوكولات، واحد 4 المعالق كبار ديال القشده الطريه على هذا الشكل. 200 غرام من الشوكولات يكون من نوعيه جيده. بقاو معايا باش نوريكم طريقه تحضير هذا الكيك. بسم الله، غادي نجيب هنايا الطراب ديال العصير اللي كانت العادي اللي في الدار، غادي ندير فيه البيض. بسم الله، غادي نطحن كلشي هنايا، ندير واحد قبيصه تاع الملحه، غادي ندير السكر، نطحنهم مزيان. بعدا هما الاولين، عاد غادي نزيد الحليب وغادي نزيد الزيت وغادي نبدا نزيد في البسكوي اللي عندي والخميره. دابا غادي ندير الزيت والحليب، نطحن مزيان، دابا غادي نجيب هذاك البسكوي اللي عندي وغادي نبدا نضيف فيه على هذا الشكل. كلشي غادي نطحنو، غير شويه بشويه تنكمل البسكوي ديالي، عاد غادي نضيف الخميره والكاكاو. غادي نضيف الخميره اللي عندي، جوج بكيات الخميره، وغادي نضيف الكاكاو، جوج معالق تاع الكاكاو. ونكمل البسكوي كامل، نطحن هادشي كله مزيان وندوز نديرو في المول. صافي، من بعد ما ساليت كلشي طحنته مزيان في هاد الطراب الكهربائي العادي اللي ما نحتاجوش الباتور، غادي ندير واحد المول على هاد الشكل. دهنته بالزبده وشويه تاع الدقيق من الفوق وغادي ندخلهم يطيبوا. الفران غادي نكون شاعله عليه الفوق والتحت، وغادي نطفي الفوق وغادي نقص على 175، ما بين 175 درجه 180، غادي طياب ما بين 30 حتى 35 دقيقه ونقلبها. وزايدون على حساب اي واحد والفرن ديالو، دائما كنقولها كله الفرن ديالو. صافي، غادي ندخلها دابا للفرن. بعد ملي غادي نخرجها غادي نسقيها بالحليب كيف قلت لكم، واحد المعلقه ديال الشوكولات الحلو، الكاكاو الحلو. ومن بعد غادي ندير عليها الشوكولات مع القشده الطريه من الفوق كلاصاج. ندخل دابا الكيكه ديالي طيب ومن بعد نتلاقاو. هنا غادي ندير معكم الكلاصاج. هاد الكلاصاج درت فيه هنا 200 غرام ديال الشوكولاته السوداء من النوعيه الجيده، وغادي نزيد ليه واحد 4 المعالق ديال القشده الطريه كبار، وغادي نديرو يذوب حمام مريم هو اللي غادي ندير به الكلاصاج. وهنا غادي ندير الكاس اللي غادي الكاس تاع الحليب دافي اللي غادي نسقي به الكيك ديالي. من بعد ما كنخرجو غندير واحد معلقه ونص ديال الشوكولاته الحلوه، هادي اللي غنسقي بها الكيك من بعد ما غادي نخرجو من الفرن. وهذا غادي نديرو في حمام مريم اللي غادي يذوب، عاد غادي ندير ليه الكلاصاج من فوق الكيك. خلي الكيك حتى يشرب عاد غادي ندير الكلاصاج.
صافي نتلاقاو من بعد ملي غنخرج الكيك من الفرن. بعد ما خرج الكيكه ديالي كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل كتجي رطبه وهشيشه، غادي ما حدها سخونه، انا قلبتها على هذا الشكل في هذا الكغي هنايا، غادي ندير لها تقيبات حركه وغادي نشربها هذاك الحليب اللي مع الشوكولات، نسقيها به مزيان باش تشرب ليا، نخليها حتى تشرب عاد ندير لها الكلاصاج من الفوق بالشوكولات والقشده الطريه. انا هذا هو البيك اللي كنخدم به، كيجيني ساهل وكنقلب به الكيك كما كتشوفوا راه طايب للداخل. صافي دابا غادي نجيب هذاك وغادي نديرو نسقيها مزيان، نخليها تبرد ومن بعد نتلاقاو باش نوريكم الكلاصاج كي غندير ليه ديال هاد الكيكة ديالي. صافي دابا من بعد ما بردات ليا الكيكه ديالي وشربت هذاك الحليب اللي سقيته بها، غادي ندير عليها هذا الكلاصاج من الفوق كما كتشوفوا معايا هنا على هذا الشكل، نحاول نوزعها مزيان. هذا راه ذوبته انا في حمام مريم، دايره هنا غريل تحت، اي حاجه غادي تطيح غادي نعاود نستعملها. نسرحها مزيان باش تنزل ليا على الجوانب كامله. هنا دابا قبل ما تنشف ليا ينشف ليا الشوكولات ديالي، عندي هنايا كريكيعات درتهم على نص، غادي درت فوق منهم شويه سكر كلاص سبيسيال باش يعطوني داك المناظر هكاك، وغادي نزوق الكيكه ديالي. بالنسبه للتزيين راه راجع لاي واحد، اي حاجه متوفره عندكم في المنزل تقدروا تزوقوا بها على هذا الشكل. هنايا عندي واحد شويه ديال لي زاموند كونكاسي محمرين، غادي نديرهم شويه من الفوق. اي حاجه متوفره في المنزل تقدروا تستعملوها، انا غندير غير شويه هنا صافي، ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي في طبق التقديم. هنايا غادي نزيد واحد كريكيعه على الوسط، نص كريكيعه، على هذا الشكل. ونتلاقاو من بعد نوريكم الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي درت معكم اليوم في الطبق. الشكل النهائي ديال الكيكه اللي درت معكم اليوم بالبسكوي، نتمنى هاد الكيكه تجربوها، ونتمنى تدعموني بلا جيم لي بارطاج، واللي باقي ما اشتركش في القناه ديالي نتمنى يشارك ويشغل الجرس. وكما كتشوفوا راه هاد الكيكه كتجي هشيشه وكتجي رطبه وفي نفس الوقت بنينه. وشكرا على المتابعه، وفي وصفات اخرى ان شاء الله.